مع تعديلات الجديدة على القانون الجنائي لروسيا، ستواجه الخيانة العظمى الآن عقوبة السجن مدى الحياة. قبل ذلك، في صيف عام 2022، وفقا لموقع ميدوزا، فقد صوت مجلس الدوما في دقيقة وعشرين ثانية لتوسيع مفهومي الخيانة العظمى والتجسس. الآن هذا التعريف في القانون الجنائي لروسيا يبدو كما يلي: الخيانة العظمى أي التي يرتكبها مواطن من الاتحاد الروسي. التجسس إصدار معلومات إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية أو ممثليها تشكل سراً من أسرار الدولة يعهد بها إلى الشخص أو تصبح معروفة له من خلال الخدمة أو العمل أو الدراسة أو في الحالات الأخرى المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي، الانتقال إلى جانب العدو. تقديم مساعد مالية أو لوجستية أو استشارية أو غيرها من المساعدات إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية أو ممثليها في الأنشطة الموجهة ضد أمن الاتحاد الروسي. اتهم السياسي المعارض فلاديمير كرامورزا بالخيانة العظمى ونشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسي والتعاون مع منظمة غير مرغوب فيها، لكن في الواقع اعتبرت خطاباته في الولايات المتحدة التي تنتقد الحكومة الروسية الحالية خيانة. أما سافيلي فرالوف فقد نشر صورة على الشبكات الاجتماعية من معبر حدودي مع جيورجيا فيرخني لارس مع شعار يقول نخرج من روسيا بشكل كبير خمسة كيلومتر إلى الحدود بعد ذلك انتهى به المطاف في مركز اعتقال احتياطي بتهمة الخيانة العظمى بسبب الانتقال إلى جانب العدو وبحسب مشروع حقوق الإنسان الدائرة الأولى ففي عام 2022 أثير ما لا يقل عن 25 قضية خيانة عظمى منذ بداية عام 2023 تم الإبلاغ عن 21 حالة، يقول نشطاء حقوق الإنسان أنه في روسيا من السهل جدا الحصول على تهمة خيانة الوطن، وليس من الضروري أن تكون قد قنت الدولة. المادة المتعلقة بالخيانة العظمى اليوم ليس لها علاقة بحماية الأمن أو القانون الجنائي للدولة. تستخدم هذه المادة لخلق جو من الخوف وكراهية الأجانب وإذا اخترت استراتيجية التخويف، فيجب أن تلعب من أجل الزيادة. عدا عن ذلك فإن هذه الزيادة في مدة الحكم تزيد الرهانات في ممارسة ترهيب المشتبه بهم. سيعرض عليهم برامج اتفاق ما قبل المحاكمة والإبلاغ عن شخص ما ومقابل ذلك سيعودون بأن الادعاء سيرفض عقوبة السجن لهم مدى الحياة. كان مفهوم الخيانه العظمى في روسيا غير واضح وتم استخدام هذه الماده كوسيله اخرى لمحاربه المعارضه وسط المواطنين لقد استلهم الكرملين هذه التصرفات من اوقات الاتحاد السوفيتي وتحديدا من استالين. بعد ستالين بعد ستالين كان هناك فاصل كان هناك ماده جنائيه ضد التحريض على السلطه السوفيتيه ومن ناحيه اخرى كان هناك خيانه عظمى وكان هناك فرق كبير بين هاتين التهمتين إن ما تقوله ضد السلطة السوفيتية شيء وشيء آخر الخيانة العظمى، التي تعني الكشف عن بعض الأسرار الخطيرة التي تسبب ضررا ماديا هائلا للدولة في عهد ستالين لم يكن هناك مثل هذه الاختلافات. لم يستطيع اتهام كارامورزا بأي شيء سوى أنه يقول كلمات بأن هذا المبدأ ستاليني عند التحدث ضد السلطة السوفيتية أو الخيانة العظمى كانت واحدة. لم يعد كريملين يميز بين الخيانات العظمى والخطابات ضد سلطته، فبسبب هذا أو ذاك في روسيا يمكن الآن الحصول على حكم بالسجن مدى الحياة. من الآن فصاعدا يمكن الافتراض أن أي خطاب ضد السلطة ضد بوتين أو ضد أي مسؤول هو خيانة عظمى لقد ذكر المغني الروسي بشكل جيد بكلمات غير لائقة في هذه المناسبة أن الوطن ليس مؤخرة الرئيس الآن كل شيء ليس كذلك الوطن هو بالضبط مؤخرة الرئيس وهذا ما حدث هذين المفهومين عندما جاء بشكل نهائي في محاربته ضد الذين يختلفون مع سياساته الكرملين لا يخترع أساليب جديدة نشرت صحيفة ذا انسايدر مقتطفات من وثائق سرية للكي جي بي تعود لعام 1975 التي ترفع الستار عن اساليب محاربه المعارضه في الاتحاد السوفيتي انها اليوم مناسبه لروسيا لقد تم ترتيب عدد من الجماعات القومية والتحريفية وغيرها من الجماعات المناهضة للسوفيت في مرحلة الظهور، إن التسوية لصناع السلطة الذين كانوا يلهمون إلى المظاهر المعادية للمجتمع، جعلت من الممكن منع العواقب غير المرغوب فيها في عدد من مناطق البلاد، كما بررت نفسها تدابير مثل حرمان بعض الأشخاص من الجنسية السوفيتية وطردهم إلى الخارج. في احد تقاريره كتب المعهد الامريكي لدراسه الحرب ان بوتين سيواصل تكثيف الحمله التي تهدف الى محاربه المشاعر المناهضه للحرب في البلاد يخشى الخبراء ان تكون الخطوه التاليه هي رفع الحظر المفروض على عقوبه الاعدام في روسيا